بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الفيديو السابق عن ان أورند عمل وهو صغير، وهذا الشيء مفيد. أورند كان ألهم من خلال شخص ما اسمه ليس مهم اسمه. يقول انه يوم من الايام طلب منهم الأستاذ، كان معاهق، يعني كان عمره 13 سنة، يمكن هالعمر هذا 14 سنة، هذا اللي فهمته يعني. فطلب منهم الأستاذ أن كنا كل واحد فيهم يأخذ مقالة من الجريدة ويحللها ويعرضها ويقول آراء فيها ويكتب مقال عنها. نعم، يكتب مقال عنها. فيقول أنه أخذ مقالة أو أخذ يعني نعم أخذ خبر أو مقالة عن أحد لاعبين كمال أجسام، كان يعني بطل النمسا وبما في كمال الأجسام أو شيء من هذا القبيل. وقال أنه لفت نظري بأن هذا الشخص يرتدي نظارة، ويبدو من يعني من خلال وجهه ونظارته كأنه إنسان يعني ذكي، وهذا يخالف الصورة النمطية المنتشرة بأن أنت ما تكون ذكي متعلم وذلك، إما تكون أباضاي خصوصا في النظرة السابقة عند الناس الأشخاص الأقوياء، أن تكون أباضاي يعني مفتول العضلات وشخص شوارعي وما إلى ذلك. يقول أنا يعني صدمت يعني أن هذا الشخص يبدو كأنه بروفيسور مع هذا وأنه مفتول عضلات. فيقول نشرت يعني أخبرت قرأت يعني رأيي بهذا الموضوع للطلبة وضحكوا على هذا الموضوع. المهم انه تعرف على احد الاشخاص أورند اللي هو كان يعرف هذا الشخص، وقال انه هذا الشخص سيأتي في هذا اليوم هذه البحيرة كي يسبح في هذه البحيرة. فكان يعني سعيد. طبعا أورند يعني خصوصا في السابق يعني كان من السهل انك انت تكون لك، تدخل نفسك في تجمعات معينه، في يعني انشطه معينه. فيعني هو يعني تعرف على شخص مثل يعني منقذ سباحه يكون في يعني في حول البحيره، وبعض المرات تصبح ياخذ مكانه ثم اصبح بعد يعمل معه مع ذلك. هذه الامور هكذا تسير. طبعا كون انه هو هناك، وطبعا كان هذا الشخص مهتم بالرياضة، يعني كان يمارس الرياضة وعلم أورند كيف يمارس الرياضة وكذا، وزاد حماسة وزاد شاهد أثرها على شكله وما إلى ذلك. يقول ويعني في ذا اليوم اللي أتى فيه هذا الشخص اللي هو مفتول أو مقسم الجسم إلى أو بطل نمسه في كما أتى ذلك، جاء إلى البحيرة. يقول حينما يعني فسخ ملابسه، يقول كان رائع الجسد، مفتول عضلات، يعني عريض ما بين المنكبين، صدره وسيع وعريض، وخصه جدا صغير، و يعني عضلات المعدة عنده مقسمة وما إلى ذلك. يقول وكانت يعني أتى بسيارته الفوميو في تلك الوقت، كانت سيارة رائعة جدا، ونزل مع صاحبته وصديقته، وصديقته كانت جدا جميلة، جدا ممشوقة الجسد، ويعني يراهم أن قضوا وقت ممتع، يرفعها ويتضاحكان ويسمحان وكذا، هو يعني فاتح فمه وعينيه منبهر بهذا المنظر. يعني واو، يعني أتمنى أن أكون مثل هذا الإنسان، يعني بهذه سيارته الجميلة وبهذه صديقته الجميلة وبهذا الجسد الرائع. وكان يعني مفتون فيه، يعني فقط يعني وحينما يمر عليه فقط يعني يسلم عليه، يسلم على ذاك الشخص، هلو هلو فقط يعني.
يوم من الايام يعني مع الوقت يعني كان هذا يتردد على هذا ال... وأمند يعني ألهم تمنى أنه يكون مثل هذا الشخص. فأصبح يتمرن هنا وهناك وانضم إليه بعض الأشخاص أصبحوا يتمرنون. طبعا يعني لا يعرفون طريقة كمال الأجسام بالطريقة الحديثة لكن يتمرنون بما التمارين ضغط تمارين قرفصاء تعلق عقلة ما إلى ذلك ويرون يعني ما شاء الله يعني تحسن كبير في ممارسة الرياضة. نعم كانوا يقومون بالمصارعة يعني تحسن كبير في أجسادهم. في يوم من الأيام قالوا لماذا نذهب نسأل يعني هذا البطل بطل كمال الأجسام يعني إن كيف يعني نصائح الذي يعطينا إياها وكذا خصوصا أن في أحدهم يعني كون علاقة طيبة معه. قالوا لماذا لا تأتون معي النادي وتشاهدوني وأنا أتمرن. فقالوا حسنا فذهبوا إليه. وطبعا يقول أن هذا الشخص اللي هو هذا البطل كمال الأجسام يعني كان عنده يعني روتين كان عنده روتين معين بحيث أنه هو يعني يأخذ حينما يتعرف على صديقه. طبعا يكون هو يذهب كل مكان يقولنا هذا الشخص يذهب كل مكان يقوم بالغزل. طبعا كونه أنه عنده سيارة جميلة وجسده جميل يتعرف بسهولة على أي بنت ثم بعد ذلك يقول يدعوها لأن تأتي إلى عمله بتشاهد أنه هو يعني ناجح في عمله وما إلى ذلك كذا يعني يحاول أن يبهرها شوية بالشيء من الهيلومان ثم بعد ذلك يصطحبها معه في السيارة يشتري قنينة من النبيذ ويذهب معها إلى الحديقة في سيارته وهكذا يعني يعني ما تقول أن يتدرج معها بشكل يقول أنه يعني يتدرج يعني احنا كنا نراقبه يعني كان يتدرج معها بكل ثقة وبكل انسيابية. فأنا أقول لك يعني سأتيك في الكلام لماذا أنا أقول هذا الكلام. فيقول كنا منبهرين يعني طبعا هو كونه أنه ألماني لا أعتقد يعني أعتقد أن أغلب العرب يعتقد كونه كنت أنت شخص غربي فأنت شمعان من النساء وشمعان من الحياة ومن كذا هذا شيء غير صحيح. جزء بسيط منهم يعني أنا عشت هناك وأعرف جزء صغير منهم اللي هو ناجح مع النساء ناجح من ناحية المادية ناجح من كذا. يقول كنا مبهورين كيف هذا الشخص يحصل على نساء جميلات كيف جسده كيف كذا جايك بالكلام. فيقول ما أن في ناس جايين ناجب أن ندوس شوي فيقول أنه في يقول أنه بدأبنا معه إلى النادي فأصبح يعني يرينا كيف يتمرن وما إلى ذلك و يعني بعد ما أنه أنهى تمارينه وتمارين ضغط الصدر وما إلى ذلك قال لي يعني هؤلاء الشباب المراهقين هذا هو كل ما في الموضوع لا يوجد أي سر تعمل جاهدا في الصباح من الساعة ما قال من الساعة 8 أو 9 غالبيا هم يعملون الساعة 9:30 أو 9 تعمل من الساعة 9 إلى الساعة 3 ثم أتخرج من العمل تتمرن رياضيا لمدة 3 ساعات يقول تعمل من الساعة جاهدا من الساعة 9 إلى الساعة 3 تجني مالا وبهذا تستطيع أن تشتري هذه السيارة. تخرج من العمل تتمرن 3 ساعات بذلك تحصل على هذا الجسم الرائع. تقول ليس هناك سر في هذا الموضوع أنت تحصل على ما تقدمه لنفسك أنت تحصد ما جنيته تحصد ما زرعت. يقول you earn it يعني أنت تحصل على الجهد. يقول لا يوجد طريق مختصر انتهى ببساطة شيء واضح شيء بسيط تكون افهموا افهم وصح فعلا ما هذا كلام معنا بسيط المدمن خصوصا لا يفهمه.
لابد أن هناك سر معين مع هذا الشخص، لابد أنه محظوظ، لابد أنه لا. وغالب المدمن يعني هناك ناس تؤمن بالحظ، لكن المدمن يرى أنه لابد أن هذا الشخص عنده سر خارق، لابد أنه عنده تقنية معينة. إن أنا عرفت التقنية هذه فسأستطيع أن أصل إلى ما أوصل إليه، يكون سوبرمان مثله. لابد أن مثل لابد أن مثلاً أن هناك يعني أن أكون شخص مميز، لابد أن أكون شخص مميز حتى أني أصل إلى هذا الدرجة من الوسامة والجسد ومن المال والصديقات. لا يوجد شيء مميز في الموضوع، ليس مطلوب منك أنك أنت تكون شخص مميز لكي تحصل على مأة جميلة، لكي تحصل على المال، لكي تحصل على الجسد. لا يوجد هناك أي سر، لا يتطلب الموضوع أي تقنية، لا يوجد، ليس الموضوع في أي طريقة خارقة. يعني الله سبحانه وتعالى قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، خلق لكم يعني روح روح هذه لا معطيك إياها أنا يعني هاك أخي. الله قال إن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، تأخذوا خماصة تروح البطانة، الطير يذهب من غير أي ذكاء أو تميز، يحصل على طعامه كل يوم من غير وظيفة، من غير ثلاجة، من غير أي تفكير، من غير أي كذا. هذا الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي. والناس في السابق كانت كلها أجسامهم ممشوقة ومقسمة، يعني في السابق قبل 200 سنة هكذا، وهذا ثبت بالبحث الأحفوري وهذه الأمور، أن الناس في السابق كانت أجسادها قوية. انظر إلى التماثيل القديمة، يعني تماثيل الرومان والأغريق وما إلى ذلك، يعني انظر إلى سيرة الصحابة. الشيء الطبيعي ان جسدك ممشوق، شيء طبيعي انك انت تحصل على المال، شيء طبيعي ان تكون عندك زوجة جميلة او صاحبة جميلة، شيء طبيعي انت اللي عقدتها. يعني مثلا انا اقصد انه يقصد you earn it، انت تحصل على ما تقدمه لنفسك. ببساطة يجب انك تفهمون هذا الموضوع بشكل واضح. ما الذي يقوله ذاك الشخص؟ تعمل من التاسعة إلى الثالثة تحصل على المال، من المال تحصل على، طبعا بالنسبة حق وضعية، هم كانوا مبهورين بهذا الشخص وفق وضعيته، هم شرح لهم ان ما في سر بالموضوع. تعمل من الساعة التاسعة الساعة الثالثة باجتهاد تحصل على تحصل على المال، بالمال تحصل على سيارة. هذا هنا يعني حليت لغز السيارة. تلعب بعد الدوام، تذهب إلى النادي تلعب 3 ساعات، طبعا هذا يعني الماكسيمم أقصى حد، تستطيع أن تلعب أقل من ذلك بكثير، لكن وهنا كل يوم كل يوم كل يوم 6 أيام بالأسبوع، وبهذا تحصل على الجسد الرائع، تحصل على الجسد الرائع، هذه المعادلة، زائد السيارة رائعة، زائد أن أنت عندك يعني أمام النساء أن عندك وظيفة مرموقة، زين، تحصل بذلك على امرأة جميلة. انتهى الموضوع بشيء بسيط. كل واحد منكم يستطيع أن يكون نفس هذا الشخص. أنت 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 أنت, انت كلكم. وهذا الشيء حينما يعني أنا راجعت نفسي في تاريخ حياتي وجدت أنه حققته أكثر من مرة، حققته أكثر من مرة. لا تقول أنت عايش بالكويت، خل موضوع المال، طبعا أنت في كل واحد في دولته، كل واحد في دولتك، أنت في دولتك ستجد نماذج كثيرة عن هذا الشخص. تجد أن شخص عادي لكنه هو اجتهد في عمله، أصبح عنده مال يستطيع أن يشتري فيه سيارة رائعة، يشتري أن يكون عنده شقة، يكون عنده كذا. وشخص أصبح يذهب إلى النادي، أصبح عنده جسد رائع. شيء بسيط. الموضوع بس فقط أنه روتين، يعني نفس ما قال رونالد، يقول أن احنا تعرفنا على روتين هذا الشخص، الروتين اليومي لهذا الشخص، الروتين اليومي لهذا الشخص قاده لأن يكون هذا البطل. ليس يوجد أي سر في الموضوع، افهم علي، هناك فقط روتين يومي
بسيط، ليس في شيء معقد. انا كنت يعني فتره طول فتره كورونا، احنا بالكويت سكروا 5 أشهر ونص فتره كورونا، ما اكثر دوله بالعالم سكرت فتره كورونا. ما كنت اذهب للنادي ولا كنت اتمرن ولا كذا، ايضا حتى بعد هذا فتره كورونا كنت متكاسل لو احنا نادي معدن. يعني كنت اتمرن رياضيا من هنا وهناك يعني، لكن جت لي اسبوعين شديت حالي في النادي وبشكل واضح يعني بين اثر النادي علي بشكل واضح. طبعا الحين سكروا، امس سكروا للاسف يعني، بشكل سريع باسبوعين فقط بين اثر تقاسيم. اصبحت يعني اصبحت يعني قبل هالاسبوعين وبعد الاسبوعين اصبحت ذو شخصيه كاريزميه فقط باسبوعين. نعم فقط باسبوعين اصبح خلصت الحديد والرياضه، انا اصبحت شخصيه يعني ينظر الي شخصيه كاريزميه. كيف؟ كونك تلعب يعني كون عضلات رجلك تنمو، عضلات ظهرك تنمو، ستقف يعني بشكل كاريزمي لا اراديا، لان هذا الشيء قاعد يؤثر على وقفتك، على مشيك، على يعني استقامتك، على حركتك. ستقيم الناس سيختلف لهم لك، ستقيم الناس لك سيختلف. استاهل قهوة. وصدقني بمجرد ما انت يكون عندك جسد رائع، طبعا اذا جلست سنوات يعني تخيل هذا اسبوعين تعدل تشاهد الفرق، انت تشاهد الفرق اسبوعين تشاهد الفرق، مبالك بشهرين كيف، مبالك شهر كيف سيحدث الفرق على جسدك، مبالك شهرين 3 أشهر كيف سيحدث الفرق الكبير بجسد بمظهرك. طبعا لا تاخذ هرمونات يعني، مبالك بسنة. اني اتفتر من فترات حياتي لا احد يصدق اني انا لم اكن اتعاطى هرمونات ولا حتى مكملات، لكن كنت اشرب 2 لترات حليب باليوم، حليب يعني صافي. وكنت اتجنب المقالي واتجنب الصمون والخبز وما الى ذلك. الناس لا تصدقني لا اتعاطى هرمونات. طبعا هذا الشيء يعني كيف بنيت هذا الجسد؟ كل يوم كل يوم كل يوم اذهب الى النادي ساعه ونص، ساعتين 3 ساعات، لكن في الغالب ساعه ونص. أراقب غذائي، ليس هناك شيء صعب بالموضوع يعني، بعض المرات تاكل صمون، بعض المرات تاكل سكريات، لكن في الغالب اتجنب هذا الشيء. احصل على بروتين يومي سليم، احصل على شيء من الفيتامينات من خلال الفواكه والخضار. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. عندكم بقرامي، الشخص جاي من الصعيد، يعني لا تقول انه يعني هو جاي من عائلة غنية او ما ذلك، كان يتمرن معاي يعني مو متمرن معاه بس كنت اشوفه يتمرن في النادي اللي انا فيه، نادي اكسجين، كنت اشوفه يعني كان مدرب. بدأ من الصفر ووصل الى هذا الشيء، مجرد بروتين. طبعا ما نخلي التسافة، طبعا نعم مثل رامي عنده شيء من الجينات يعني تساعده، شيء من الجينات تساعدته يعني، لكن ما هي مع عملت هذا، لكن انا اريد ان اكون مثل بقرامي. تستطيع أن تغير جسدك فوق تحت بشكل جذري عن طريق فقط روتين يومي، فقط روتين يومي. أنك أنت كل يوم مدة 5 أيام 6 أيام بالأسبوع تذهب ساعة على الأقل، أحدث تكبير تحت يعني بعد فترة، بعد ستة أشهر سيصبح موضوع النساء لك سهل جدا. أنا لماذا أقول ذلك؟ لأن جزء هذا يبغي نسويها السلسلة، جزء من إدمان المدمن على الإباحية أنه يرى أنه هو من الصعب عليه أن يحصل عند نساء جميلات في الخارج فيذهب إلى الإباحية. مع أن الموضوع أبسط من هذا بكثير، فهو يرى أنه من الصعب فخلاص فقد الأمل، لكن هو لو كان عنده يقين من السهولة أن يحصل على بنت جميلة في الخارج فلا سيكون هذا دافع كبير لأن يأتيك الإباحية، خصوصا أن الإباحية تعوقه وتحول بينه وبين وصول هذا الهدف. طبعا أنا لا، العلاقات المحرمة ليست فيها من أي فائدة،
انه يعني الزنا طبعا كبيره من الكبائر، لا يقود الا الى خسران الدنيا والاخره، وان انت تعرفت على واحده من غير زنا ليس فيها فائده الا ان انت تريد انك انت تتزوجها، فيعني مثل ما تقول حب عذري زين، فتره خطوبه يعني تعتبر مثل فتره خطوبه. فهذا الشيء انك انت تحصل على امرأة جميلة، طبعا واحد يقول لي ليش احصل على واحدة جميلة؟ لا اريد احصل كيفك يعني، بس انا اقول لك على الشخص اللي يريد ان يحصل على واحدة جميلة سهل جدا جدا. اغلب يقول لك انا لا اريد ان احصل على واحدة جميلة لانه يعتقد انه لا يقدر لا يستطيع. فانا اقول للذي يريد، للذي يعني مستبعد حصوله على هذا الشيء، من السهل انك انت تحصل على ما جميلة بمجرد انك انت تسير على روتين يومي وتغير من جسدك، تصبح يعني معضل، تصبح معضل يعني من زمان قاطع يعني، بس في يعني في شيء بسيط مش سهل انت، مو من زمان قاطع اقصد يعني، بس وديت اسبوعين، بس من السهل انك انت فقط تسير على روتين يومي فتصبح وسيم، لأن سأعطيك 80% من وسامتك ستكون مبنية على الجسد. يعني أنا في السابق ولا يومات يعني، بس يعني هذا الشيء من شهاداتهم هم أن هذا الجسد هو طبعا الحين شلون نشوف هو أكثر خلي طوفون هو أكثر ما يجذبهن، الجسد الممشوق رياضيا أكثر ما يجذب النساء، بالإضافة إلى أن عندك وضع مالي لا يريدونهم أن تكتون ثري ليس صحيحا، وضع مالي مقبول معقول، هذا هو أكثر ما يجذبهن. فإذا تعملت مجتهد من الصبح لساعة ثالثة وبعد ذلك طلعت بالدوام من تمرنت ثلاث ساعات ساعتين ساعة ونص، فالموضوع يصبح سهل. المقصد من هذا مو انك انت كيف تحصل على نساء، المقصد ان انت طبعا هذا الشيء هو اللي ألهم جايك الحين، هذا الشيء هو اللي ألهم أرنولد انه يلعب كمال اجسام، انه يحصل على المال لانه يريد ايضا ان يحصل على نساء جميلات. فهو عرف الان المفتاح، عرف السر اللي هو يعني ليس السر اساسا في الحصول على كل ما يريده من الحياة، من الامور الدنيوية يعني على الاقل. فقط قم بالاستمرار رياضة كل يوم، اذهب اجتهد بالعمل، طبعا ان اجتهد بعمل ما قادك هذا الاجتهاد العمل اخر، يعني مثلا هو اصبح طموح، طبعا لابد ان انت تكون متعهد لحلمك لعملك. هو يقول يعني ضع لك حلم، طبعا سنأتي بعد ذلك ان الله سهل ان نذكر بعض النقاط من كتابه. لا اله الا انت، أن تضع لك حلم وتسير خلفه، لا يوجد الموضوع يعني أنت قاعد تبني لبنة على لبنة، يوم من الأيام ستجد أنك أنت وصلت إلى هناك، لا يوجد شيء سريع، لا يوجد قفز، لا يوجد سير، لا يوجد تكنيك، لا يوجد تميز في الموضوع نهائيا نهائيا. أنت كل يوم قاعد تبني قليلا، تبني 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 إلى أن تصل. هذا الشيء الذي لا يفهم المدمن وينبغي عليه أنه يفهمه، ألا وهو قوة الروتين اليومي، لأن لا يوجد هناك، لا يطلب منك أنك تكون مميز، فقط قم بروتين يومي يقودك إلى ما تريد خلاص، موضوع بسيط بسيط. وفي العقد هذه وترك الإباحية والإدمان، ستكون على أفضل ما يرام. بس هذا كل ما في الموضوع، معكم الفيديو القادم في أمان الله.